السلام عليكم، كنرحب بالجميع. مرحبا بكم على قناة جيلة شانال. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشوفوا هذا الفيديو. كنرحب بجميع الإخوان والأخوات اللي انضموا مؤخرا للقناة، وكنرحب كذلك بكل من يشاهد أو كل من شاف الفيديو صدفة وعجبوا محتوى الفيديو. نقول لكم ما تردوش أنكم تشتركوا معنا في القناة إذا بغيتوا، وكذلك إذا كنتم تستفدوا من الفيديوهات دياولي كذلك شجعونا بلايك للفيديو، هذا كيهمني، وكذلك أنه كيخلي الفيديو يطلع ويتشاف عدد كثير من المهاجرين هنا بفرنسا. الوغ بالنسبه لفيديو ديال اليوم غادي نتكلم على اربعه ديال المحاور. غادي نتكلم يعني على كل ما جاء في هذا شهر ديسمبر واللي هو الشهر الاخير من سنه 2020. غادي نتكلم على لا بريم داكتيفيتي، غادي نتكلم على الجديد ديال لاكاف، وغادي نتكلم على ترحيل المهاجرين القاصرين، وغادي نتكلم على لا لوا سيباراتيزم واللي ديجا تكلمت عليها واللي كتهمنا حنا هنا كمسلمين مهاجرين بفرنسا. نبداو الفيديو. بالنسبه لا بريم داكتيفيتي، كيف كنقول كيف كتعرفوا انه لا بريم داكتيفيتي ايزون انستوري هاد لا بريم داكتيفيتي، يعني داروا هاد لا بريم داكتيفيتي سنه 2016 جونفي 2016. هاد لا بريم داكتيفيتي قالوا على انها ترومبلاسي لو ار اس ا، يعني ريسورس سوليداريتي اكتيف. هاد لا بريم داكتيفيتي تعطى للناس اللي عندهم واحد المدخول مودست، يعني راك خدام ولكن عندك واحد المدخول مودست. باش تكون عندك الحق في هاد بريم داكتيفيتي بطبيعه الحال تكون مقيم فرنسا، يكون عندك اكثر من 18 سنه، وبطبيعه الحال كاين اجراءات اللي كطلبهم منك لاكاف. هاد الشيء كاين دار عن طريق لاكاف، يعني اي واحد يقدر انه يشوف واش عنده الحق في لا بريم داكتيفيتي. ولاكاف هي اذا شفت عندك الحق وعندك ان غوفوني مودست بطبيعه الحال يكون عندك الحق في لا بريم داكتيفيتي. اللي جيت به اليوم واللي بغيت نقول لكم انه الناس اللي باغيين باش تطلبوا لا بريم داكتيفيتي عندكم الاجل الى اخر 31 ديسمبر من هذا الشهر، باش هكذا يشوفوا انه اذا عندكم الحق باش تقدر تعطى لكم في 2021. هذه الطريقه ديال انكم تشوفوا واش عندكم الحق تقدروا تشوفوا من خلال الكونت نتاعكم، يعني تدخلوا من خلال لاكاف يعني الكونت ديالكم وديروا ان سيمولاسيون. هاد لا سيمولاسيون تقدروا ديروها وهي سهله، تقدروا تدخلوا وانه غادي يطلبوا منكم بعض الاسئله وتبقاو تجاوبوا على الاسئله وديروا المدخول ديالكم، ديروا الوضعيه ديالكم، وفي التالي اذا شافوا انكم اللي جبل يعني من حقكم هاد لا سيمولاسيون غادي من هاد لا بريم داكتيفيتي بطبيعه الحال غادي تعرفوا انها من حقكم. اما اذا كنتم ما تعرفوش ديروا هاد لا سيمولاسيون فقط ديروا الطلب يعني لا كاف وهي غادي ترد عليكم. بالنسبة مون كونت كاف كنقولها لكم دائما الأخوات والإخوان، هاد المعلومة هادي ماشي هاد المعلومة يعني هاد النصيحة، لا كاف مون كونت كاف ديما خليو عندكم، ديرو لابليكاسيون في لو بورتابل ديالكم كيما عندكم لابليكاسيون نتاع جميع نتاع كيما عندكم فيسبوك وعندكم انستغرام. المهم هاد الهضرة ديما كنقولها باش أنني نقول لكم ديرو لابليكاسيون، حيت بعض الأخوات واللي زعما كثيرات واللي كتواصلوا معايا على أنهم ما كتعرفوش النيميرو كونت نتاع النيميرو لوكاتير ما تعرفوش. المهم ديروا لابليكاسيون اللي خاصكم يعني اوبليجي ديروها باش هكذا يكون فاش كتوصلوا بشي رساله من لاكاف ولا كتكون عندكم لابليكاسيون ويسهل عليكم، ما تحتاجوش انكم حتى خاصكم تدخلوا لورديناتور وتشوفوا شنو توصلتوا به. المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم بالنسبه لا بريم داكتيفيتي، عندكم الاجل الى اخر 31 ديسمبر باش هكذا ديروا لا دوموند، واذا كنتوا اليجيبل يكون عندكم الحق في 2021. بالنسبه لا بريم داكتيفيتي بطبيعه الحال تجدد من 3 شهور 3 شهور باش يشوفوا على حسب لا ديكلاراسيون تاعكم تاع لي ديكلاريتو لاكاف، يعني لا ديكلاراسيون تريمستريال، يعني شاك 3 موا كل 3 اشهر، ومن خلالها يشوفوا المدخول ديالكم ويشوفوا واش من حقكم. الان غادي نفوت عند الجديد ديال لاكاف. الوغ لاكاف بالنسبه لاكاف ابتداء من الاربعاء القادم 16 ديسمبر غادي يكون هنالك النيميرو سامبل اي ناسيونال، بمعنى غادي يكون واحد الرقم الهاتف نتاع لاكاف اللي هو ساهل ويكون ناسيونال، يعني موحد في جميع فرنسا، ماشي كيما من قبل كنا على حسب ديبارتومون على حسب. المهم هذا الرقم واللي غادي يكون موحد جميع فرنسا ويمكنكم الاتصال به ابتداء من الاربعاء القادم 16 ديسمبر وهو 3230. هذا الرقم 3230 يخص كل واحد باغي يدير شي ديمارش ادمينستراتيف، شي حاجه المهم اللي كتكون لها علاقه بلاكاف، تقدروا تتصلوا بهذا الرقم. فاش تتصلوا بهذا الرقم بطبيعه الحال خاص يكون عندكم عارفين الديبارتمون اللي ساكنين فيها، وخاص تكونوا عارفين لو نيميرو لوكاتير ديالكم.
اخواتي دائما كنقول لكم النيميرو لوكاتير خصكم تكونوا حافظينه، النيميرو ايدونتيفيون تاع بول امبلوا خصكم تكونوا حافظينه. هذا الرقم علاش راه كيديروه يسهلوا على المواطنين 32 30، هذا الشيء خصكم تكونوا حافظوها، يعني حفظوها. واللي كتشوف راسها ما كتقدرش تحفظ الارقام تكتبي كاف وكتسجليها في التليفون ديالك، بحال اللي غادي تسجلي شي رقم ديال شي صديقه ديالك. غادي ديري كاف وديري 32 30. هذا قلت بخصوص يعني فاش تكوني باغيه ديري شي حاجه ادمنستراتيف مع يعني شي حاجه اداريه بخصوص لاكاف، شي ورقه اداريه بخصوص لاكاف، سجلوا الرقم هكا ما تنساوش. بالنسبه حتى البون امبلوا البنات، يعني واخا ماشي بون امبلوا كتعرفوا انها 39 49، يعني ساهله تحفظوها. وكيما طلب بون امبلوا كيطلبوا منكم انكم تكونوا عارفين ليدونتيفيون ديالكم والديبارتمون ديالكم، كذلك بالنسبه للاكاف تتصلوا 32 30 وخصكم تكونوا عارفين الديبارتمون ديالكم، وخصكم تكونوا عارفين كذلك لو نيميرو لوكاتير ديالكم. هادو حوايج خاصكم تحفظوهم. هاد لو نيميرو لوكاتير اللي قلت لكم هو سامبل وموحد في جميع فرنسا. بالنسبه كاين رقم اخر، اذا كان عندكم لي بريستاسيون نتاع الناس اللي كتوشي، كيف كنقولوا حنا الناس اللي كتعطي لا بونسيون اليمونتير، ولا الناس اللي كتوشي لا بونسيون اليمونتير. الو غادي نقول لكم الرقم، الو لا بونسيون اليمونتير تتصلوا بالرقم 32 38 32 38. قلنا الرقم ديال لاكاف الموحد في جميع الاوراق هي 32 30، لكن فقط رقم اكسبسيونيل الناس اللي عندها لا بونسيون اليمونتير تكون 32 38، يعني 32 38. نظن هنا مفهوم. هاد 32 38 قالك بور ريغلي ولا ريكوبيري لا بونسيون اليمونتير، سوا غادي تعطي لا بونسيون اليمونتير وعندك شي سؤال ولا شي حاجه، ولا سوا غادي انت اللي غادي تستلم لا بونسيون اليمونتير. يعني هاد بخصوص لي بارون، وبغيتو تشوفوا الطريقه كيف، يعني واش من خلال كونت بونكير، واش على حسب لا سون، مهم كل ما يتعلق بلا بونسيون اليمونتير 32 اي 38، وكل ما يتعلق باوراق اخرى لاكاف 32 30. هادشي نظن راه مفهوم. حاجه اخرى بالنسبه لاكاف، اذا كنتو سافرتوا وخارج فرنسا خاص حتى هاد الارقام يكونوا عندكم اذا بغيتوا تتصلوا من خارج فرنسا. الكثير منكم كيبغي يتصل من خارج فرنسا ويبغي يتواصل مع لاكاف وما يعرفش. الوغ من خارج فرنسا طبيعة الحال 0033 هذا ديال فرنسا، الوغ 9 69 32 21، وغادي نكتب لكم الارقام 0033 9 69 32 21. أما بخصوص عرضة كاين رقم آخر اللي هو 0033 9 69 32 0808، هذا سهل للحفظ. 0033 هاد ديال فرنسا باينة، 9 69 32 0808. هذا بالخصوص الجديد ديال لاكاف. ألوغ دروك غادي نتكلمو على ترحيل القاصرين هنا بفرنسا. تم واحد لاكور، يعني واحد الاتفاقية واللي صادقوا عليها، يعني ما بين فرنسا وما بين المغرب. هاد لاكور اللي كان ما بين وزير يعني العدل هنا بفرنسا، وكذلك وزير العدل المغربي اللي اسمه محمد بن عبد القادر، شافوا على انه خاص فرنسا يعني دارت هاد لاكور، ما بغاتش باش القاصرين يعني اللي كي سون با اكومباني، الناس اللي قاصرين يعني هنا بغير بطريقه غير شرعيه ما بغاتهمش يبقاو هنايا، بغات انهم ترجعهم للمغرب للبلد ديالهم. وهنا قال وزير العدل المغربي قال على انه فاش يرجعهم طبيعه الحال غادي يتدخلوا كيانات واللي هما القضاء اللي هما فاعلين اجتماعيين باش انهم تكون حمايه لهاد القاصرين. المهم الو خاصكم تعرفوا بلي انه هاد القاصرين اللي كيكونوا هنايا ما بغاوش يمشيو لهم، علاش؟ بحيث انه كاين اتفاقيه دوليه، اصلا فرنسا مسنيه مع هاد الاتفاقيه الدوليه على انه تحمي الطفل القاصر. راه فاش كيدخل هنايا الطفل القاصر، وهاد الطفل القاصر ماشي غير في فرنسا، راهم كاينين جميع، يعني كاينين في اسبانيا كاينين. فاش كيدخل الطفل القاصر هنا خصك تعرف انه كي كنقولوا حنايا البروكيور او الوكيل كيعطي انه هو يعني هاد الطفل راه محمي، وانه كيعطيهم يعني بحال نقولوا الخيريات ولا اماكن يعلموهم شي حاجه القرايه، او يعني الطفل القاصر محمي هنا بفرنسا. لكن فرنسا شافت انهم كثروا، يعني كثروا
وخصوصا انهم كيجيو هكا بوحدهم. المهم كل واحد والظروف ديالو، كل واحد والظروف ديالو، ولكن هما شافوا انه يعني كثرت الهجرة، سي بوغ سا بغاو يديروا هاد يعني انهم يرجعوهم لبلادهم، والمغرب انها وافقت انهم يرجعوهم. المهم يعني بحال هاد الاخبار هادو كي كيكونوا شويه، المهم شويه انا بعدا كيتوشيوني، كنقولهم ولكن كنقولهم، ومهم ما كنكونش فرحانه فيهم، ولكن شوي اوبليجي باش انني نوصل لكم المعلومه، شوي اوبليجي باش انني نقول لكم واش راه كاين. المهم غادي نتكلموا على لا لوا سيباراتيزم، وهاد لا لوا اللي كنت ديجا تكلمت عليها واللي ديجا هضر عليها الرئيس، وقال انه خص يكونوا بخصوص المساجد، بخصوص اللغه العربيه، بخصوص الائمه اللي هنايا، بخصوص المهم جميع الحوايج اللي خصونا حنا كمسلمين. المهم هاد لا لوا راه تم دراستها اليوم في مجلس الوزاري، اليوم جون كاستكس انه المهم يعني داروا هاد لا لوا، يعني هضروا عليها، هضروا عليها اليوم الاربعاء في المجلس الوزاري. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، لانه هاد لا لوا سيباراتيزم داروا فيها، عطاو فيها مسميات، وهو مثلا بحال يقول لك خاصنا الفو كومباتر، الفو كومباتر بلوتو، الفو كومباتر لي زيسلاميزم. ملي كيقولوا هاد الكلمه هذا كتحس راسك ان انت كمسلم مدخلينك في هاد المساله، مع انه نتايا كتكون يعني بعيد جدا البعد على هاد الشيء. المهم هاد الكلمات اللي كيكونوا هكا قاسحين وكتحس انهم يفيزيوك ونتايا يعني مواطن عادي، نقولوا ما عندك حتى علاقه، ما عندك حتى شي مشكل، هاد المسميات هادو اللي هما قاسحين، وكيقولوا حنا كيجرحوا يعني اي مسلم مقيم هنا بفرنسا. بغى المهم غادي يغيروهم، حيت هاد لو تيكست هذا غيروه بشحال من مره باش يحيدوا منه يعني كلمات اللي هما يقدروا انهم يجرحوا يعني مسلم. الوغ شنو بغاو يديروا في بلاصه كومباتر لي زيسلاميزم؟ قالوا غادي نديروا كومباتر ولا كونتر لا كومونيتاريزم. هادشي المهم اللي راهم يعني داروه هاد النهار، وباغين ايزون غونومي هاد لو تيكست بحال نقولوا يعني راهم عاودوا له. المهم هاد الموضوع لنا عوده معاه فاش غادي يخرج الرئيس، او يخرج بلوتو الوزير الاول ويدير واحد لا ديكلاراسيون ويقولوا شنو داروا في هاد لا لوا سيباراتيزم اكزاكتومون، ويقولوا لنا. المهم لنا عوده مع هذا الموضوع. فقط كان هذا هو لا فيديو ديال اليوم، كيف قلت لكم لا بريم داكتيفيتي وجديد ديال لاكاف، وبالنسبه لترحيل القاصرين، وبالنسبه كذلك للوا سيباراتيزم. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا في لا فيديو ديال اليوم، نقول لكم ان شاء الله نشوفكم فيديو قادم. في امان الله، والسلام عليكم.